الكردية والملايو. هل تعلم أن عدد كلمات اللغة العربية 12 مليون ونصف كلمة؟ أما اللغة الإنجليزية فلا تتعدى 600,000 كلمة. هل تعلم أن في اللغة العربية مئات الكلمات مأخوذة من العربية مثل كيمياء، كحول، جمل، ليمون، قطن وسكر؟ هل تعلم أن اللغة العربية تسمى بلغة القرآن ولغة الضاد؟ هل تعلم أن للأسد في اللغة العربية 346 اسما معروفا؟ هل تعلم أن محمد هو أكثر الأسماء استعمالا في العربية والعبرية؟ هل تعلم أنه يتحدث